تعال نخش على السؤال اللي بعد كده. بص يا سيدي، بيقول لك ايه هنا عندك، هنا في المين فانكشن عندك ايه وايه بابا معايا، عباره عن 1 دايمنشن اري اوف 2 انتجر، تمام. فالستيب سايز بتاعت الاري، اسم الاري بيوديك فين؟ عند السكند ايه، عند السكند ايليمنت. خلاص يا رجاله، انا عايزك تقرا كده معايا، تمام. طيب هنا بكل بساطه قال لك انا هعمل اري فيها 2 ايليمنت اهمت، ال10 وال20 في المين فريم اهو. اسم الاري طبعا احنا قلنا ان احنا بنعمل بوينتر وهم كده اهوت، مش موجود اصلا عشان خاطر بس ايه الفهم اللي هيسأل. خلاص يا رجاله. طيب بعد كده ايه عمل لك انفوك، هو ده بعت لك ادرس، بعت لك ايه ادرس، خلاص ايه بعت ادرس، ايه المشكله؟ هستقبله في بوينتر. طبعا احنا قلنا ايه ان الطريقه دي طبعا انا يعني مش بفضلها خالص، المفروض انت تعمل ايه انت استريك الايه اوف اوف دوت، تمام. لكن الطريقه ديت انا مش بفضلها خلاص. طيب المهم يا سيدي، خلينا ايه على الطريقه بتاعتنا احنا اللي هي ديت. خلاص طيب هنا بكل بساطه هو بعت لك ايه، خلي بالك معايا، هو بعت لك ادرس ولكن انت استقبلته في بوينتر نوعه ايه؟ ها ركز معايا، بوينتر لانت، صح. يعني الستيب سايز بتاعته هنا بكام يا جماعه؟ ب 4 بايت، والدي ريفرنسنج ب 4 بايت، يعني ليه نفس البيهيفير لاسم الاري فين؟ في المين فانكشن. هي دي الفكره الرئيسيه في البوينتر. خلاص يا رجاله، ان هو بيبعت لك ادرس ولكن انت بالبوينتر اللي انت بتستقبل بيه الادرس دوت، انت بقى ايه بتشكله زي ما انت عاوز. عايز يبقى الستيب سايز هنا بتاعته ب 4 بايت، عايز يبقى على 1 دايمنشن اري، عايز يبقى على 3 دايمنشن اري، وهكذا. خلاص اسمها زي ما شفنا قبل كده كتير جدا. طيب هنا يا جماعه بيقول لك ان الاري بيساوي الاري زائد 1، خلاص هو دلوقتي هيزود لك القيمه الفعليه بتاعت الاري اهو، تمام. اللي هو اصلا بوينتر فين؟ في الفان فين ده، عباره عن لوكال بوينتر. خلاص يا رجاله. طيب وبعد كده قال لك يبقى برنت اف الديسيمال الاري ايه اوف 0، عادي الاري اوف 0 دي اللي هي ايه استرك الاري زائد 0، فالاري زائد 0 هو واقف هنا دلوقتي، تمام. دي ريفرنسنج هيخش فين؟ عند الاليمنت. خلي بالك هو هيعمل دي ريفرنسنج لدي ال 4 بايت، فهيجيب له كام هنا؟ ال 20. خلاص يا رجاله اهو، يبقى انا دلوقتي عندي الاجابه لا اما دي لا اما دي، تمام يا رجاله زي الفل. خلاص الفانكشن دي هيحصل لها في الاون ستاكينج، مفيش اي مشكله. بعد كده نرجع تاني هنا ايه للمين فانكشن، ايه اللي حصل بقى؟ قال لك برنت السبيسيفايد ديسمال الاري اوف 0، ده طبعا هنا لوكال فاريبل للفانكشن مين، وده هنا وهنا طبعا ده لوكال فاريبل ايه يا جماعه للفانكشن فان ديت. خلاص يبقى هنا الاري اوف 0 برضه نفس النظام، مفيش مشكله فكها، هتبقى استريك الاري زائد 0. هنا الاري فين يا جماعه؟ اهوت اللي هو في المين فريم. خلاص هنا اهوت بيبوينت على البيز ادرس فين؟ في الاري. خلاص زائد 0 يبقى انا واقف مكاني ما اتحركتش، استريك هيعمل دي فيزيك لقد ايه يا جماعه؟ ل 4 بايت، فهيرجع هنا كمان يا جماعه 10. خلاص يا رجاله سهله جدا وبسيطه. طيب تعالى هنا نشوف السؤال ده، انت سي وعندك هنا بوينتر لانت وعندك هنا بوينتر لبوينتر لانت، مفيش اي مشكله، روح اعمل لهم اللوكيشن فين يا جماعه؟ في الستاك اهو. خلاص دلوقتي هما كلهم بايه؟ بجارفيج. ده الاثنين دولت وايلد بوينترز، وده عباره عن ايه؟ عن جارفيج فاليو. خلاص يا رجاله. طيب قال لك هنا ايه بقى؟ قال لك هنا ايه بقى؟ ان السي بتساوي 4. طيب يا سيدي بعد كده بيقول لك ايه؟ ان البي بيساوي ادرس السي، وبعد كده الاي بيساوي ادرس البي، يعني ده ايه؟ عامل زي التشين بوينترز اللي احنا ايه شرحناها. خلاص يا رجاله اهوت واهوت، تمام يا رجاله مفيش اي مشكله بقى. عايز ايه يا سيدي؟ بيقول لك برنت اف السبيسيفاير ديسيمال، خلي بالك بقى السبيسيفاير ديسيمال للفانكشن، عمل انفوك للفانكشن دي بالسي والبي والاي، فهيستقبلهم هنا بايه يا جماعه؟ في فاريبل انت وبوينتر، وبوينتر لبوينتر مفيش اي مشكله، ايه المشكله يعني؟ كمل. فعمل هنا ايه يا جماعه؟ الاف فيم، وعمل فيها ايه؟ لوكال فاريبل اكس وبوينتر وبوينتر لبوينتر اهو، وكان بالظبط دوت ايه بيبوينت ايه يا جماعه؟ على نفس ايه اللوكيشنز بتاعت البوينترز دي اهي، ده بيبوينت على البيز ادرس للفاريبل، وده برضه اسمه ده بوينتر بيبوينت ايه على البوينتر ده، او على البيز ادرس ايه للبوينتر ده. خلاص يا رجاله. طيب كمل يا سيدي، عايز ايه بقى؟ بعد كده قال لك انت هتعمل لي لوكال فاريبل واي وزد، ماشي يا زيد اهو واي وزد هما الاثنين بجافيتش. بعد كده قال لك ايه بقى؟ استريك استريك البي بي زد، فين البي بي زد؟ اهو استريك هيعمل لك ديفنسنج لقد ايه؟ ل 4 بايت، يعني هو هيجيب لك البوينتر ده خلاص، استريك هيخش ايه على البوينتر ده، استريك تاني استريك الادرس ده اللي هو اصلا ايه بوينتر لكاركتر، اسمه بوينتر لايه؟ لانت، فهيجيب لك ايه ال 4 ديت
بلس ايكوال واحد. ايه ده؟ ايه المشكلة؟ هي استريك استريك هي البي بي زد، هي ودتك فين؟ عند الأربعة زائد واحد، يعني أنت هتعدل في القيمة دي، يعني هتبقى بكام هندسة؟ خمسة. خلاص يا رجالة؟ طيب بعد كده الزد أو الزد ديت الزي يعني بتساوي إيه؟ استريك استريك البي بي زد اللي هي بكام اللي احنا لسه معدلينها بكام؟ بخمسة. خلاص يا رجالة؟ طب وبعد كده قال لك استريك البي واي بلس ايكوال الاثنين. هي البي واي يا جماعه هي عباره عن ايه؟ عن بوينتر للانت، تمام؟ فهيروح يغير في ايه؟ في القيمه دي برضه، هيزودها لك كام؟ اتنين بقى، فهتبقى بكام؟ بسبعه. سهله جدا وبسيطه، تمام؟ طيب وبعد كده الواي بيساوي استرك البي واي، يعني الواي هنا بتساوي كام؟ سبعه. طيب يا سيدي، وبعدين بعد كده يقول لك اكس بلس ايكوال التلاته، هيروح يزود لك الاكس اللي هي ايه؟ خلي بالك بقى اللوكال اللي عنده. خلاص يا رجاله، هو من هنا عايز، هو من الاخر عايز اقول لك ايه؟ ان انا ممكن من فانكشن ان انا اعمل لك دي ريفرنسنج لايه يا جماعه؟ اللوكال فاريبل اللي عندك. خلاص، ودي طبعا من خصائص البوينترز اللي احنا قلناها قبل كده وشرحناها كتير جدا. خلاص يا رجاله، فين عند الاكس يا جماعه؟ هتزيد بكام؟ ب3، فهتبقى بكام؟ ب7، تمام؟ هنا بيقول لك بقى ريتيرن الاكس اللي هي بكام؟ ب7 زائد الواي اللي هي ب7 زائد الزد اللي هي ب5، 7 و7 14، 14 و5 19. فهي دي يا جماعه هيحصل لها الان ستاكنج، ولكن هترجع لي هنا ايه يا جماعه؟ سهله جدا، صح؟ طيب تعال نشوف السؤال ده. بيقول لك هنا ايه؟ افترض ان الادرس او البيز ادرس للفاريبل اكس ان هو 2000، وبيقول لك ان قيمه الانجر او اللي بياخد مساحه في الميموري ب4 بايتس. ماشي، مفيش مشكله. تعال نشوف هو قال لك هنا ايه. هي الاكس دي يا جماعه هي عباره عن ايه؟ اقرا معايا. 2 دايمنشن اري اوف 4 1 دايمنشن اري each 1 دايمنشن اري اوف 3 unsigned int اهمت. حطهم لك كده ماشي، حطهم لك من غير الاقواس اللي بره دي ماشي براحتك، مفيش اي مشكله. كده كده دول هيتحطوا في الداتا او في الرام او في الستاك. انا اللي يهمني اسم الاري الستيب سايز هنا بتاعتها. لو انا قلت لك الاكس زائد واحد هيوديك فين؟ عند السكند ايه؟ 1 دايمنشن اري. زائد 2 هيوديك عند ايه؟ عند الثيرد ايه؟ 1 دايمنشن اري. زائد 3 هيوديك ايه؟ عند الفورث 1 دايمنشن اري. خلاص يا رجاله؟ طيب المهم يا سيدي، عمل لك هنا اللوكيشن ليه يا جماعه؟ للداتا دي كلها. خلاص يا رجاله؟ طبعا خلي بالك هنا من 2000 زي ما هو قال لك ل 2000 وكام؟ و3، يعني 4 بايت. خلاص؟ طيب بعد كده قال لك هنا بقى ايه؟ هو هنا هو عايز دلوقتي يختبرك بقى، يشوفك هل انت فاهم الستيب سايز ده بشكل كويس ولا لا؟ خلاص يا رجاله؟ طيب ما تنساش طبعا ان هنا اسم الاري اللي هو هنا ايه بيساوي اكس، اللي هو عباره ايه عن بوينتر وهمي كده احنا بنعمله عشان خاطر نفهم الدنيا. خلاص؟ طيب هنا الاكس زائد 3 هيوديك فين؟ اكس زائد 3 خلاص الستيب سايز احنا قلنا بكام؟ ب 1 دايمنشن اري. يبقى هنا 1 2 3. خلاص يا رجاله؟ طيب ركز معايا، دي كده هتطبع لك ايه؟ البيس ادرس بتاع ال 1 دايمنشن اري اهو. يبقى دي يا جماعه هتطبع لك كام؟ 20000 او 2036 اللي هي دي. يبقى انت عندك الاجابه الاما دي الاما ايه يا رجاله؟ الاما دي. خلاص يا رجاله؟ الناس اللي حاضر معايا الكورس من اوله فاهمه الكلام ده ومفيش اي مشكله. خلاص يا رجاله؟ طيب تعال نشوف ده. طبعا ده كان راجع ورا، هو ده كان واقف هنا اصلا، تمام؟ ده طبعا كان واقف هنا، مش هنحركه من مكانه. طيب اكس زائد 3، اكس زائد 3 برضه واقف هنا اهو استريك. خلي بالك هو دلوقتي انت واقف فين؟ عند السكوب بتاع ال 1 دايمنشن اري اللي هو برضه ليه الادرس كام؟ 2036. دي يا جماعه احنا شرحناها قبل كده، افتكروا محاضرة ال 2 دي اري. خلاص؟ استريك هيخش على أول إيليمنت فين؟ في ال 1 دايمنشن اري، صح يا جماعة ولا إيه؟ فهنا الستيب سايز هنا بس اللي اختلفت بقت بكام؟ بقت ب 4 بايت، ولكن الأدرس برضه هو البيز أدرس بكام بقى؟ 2036. خلاص يا شباب؟ طيب تعالى نرجع تاني. إكس زائد 2 ماشي، هنا الستيب سايز هنا ب 1 دايمنشن اري، فأنا دلوقتي زائد 2 أهو. استريك دخلت على السكوب بتاع
الاليمنت اللي هو ايه السبسه الزينه بقت بكام؟ بقت ب 4 بايت. طيب زائد 3، خلي بالك بص بقى السبسه الزينه يا جماعه بقت بكام؟ ها ب 4 بايت. ايه ده؟ هنا 1 2 3 جابك فين يا جماعه؟ عند نفس ايه؟ عند نفس الادرس. يبقى الاجابه عندي ايه يا جماعه؟ 2036 2036 2036. خلي بالكم يا جماعه انا شرح الكلام دوت وقايل لكم في المحاضرات بتاعت ال 2 دي وال 3 دي ازاي توصل للادرس بثلاث طرق، صح ولا لا؟ وشرحتها لكم بالتفصيل الممل ده. انا ممكن كمان اكون دخلت على ال 3 دي اري في حاجه زي كده وقلت لكم ازاي توصلوا يا جماعه للادرس بثلاث طرق وفي ال 2 دي اري كمان. خلاص يا رجاله؟ طيب تعالى بقى ايه نخش على اللي بعد كده. يبقى انا عندي خلاص الاجابه اهيت، مفيش اي مشكله. طيب تعالوا يا جماعه نشوف السؤال ده. عندك هنا الايه يا جماعه؟ عباره عن ايه؟ عن one dimension array of undefined numbers of static int. static int يعني ايه يا جماعه static int؟ يعني هل ال variables ديت هيتعمل لها allocation فين؟ في ال stack؟ لا طبعا، ده ال variable دي دلوقتي عباره عن static int، يعني ال program lifetime بتاعتها بقت ايه؟ extended لل program lifetime، او اللايف تايم بتاعتها اكستندد ل بروجرام لايف تايم. وهيتعمل لها ايه يا جماعه؟ ديكليريشن ايه او ديفينيشن ايه يا جماعه؟ مره واحده بس. فين يا جماعه؟ في الداتا سيجمنت. تمام. طيب تعال نشوف. المهم يا سيدي عمل لك هنا اللوكيشن لكل واحده ايه ب 4 بايت اهو، وخلاص بقى اسم الافي ما هو الا بوينتر لايه؟ للبيز ادرس فين؟ في الافي. خلاص. وده طبعا البوينتر ده يا جماعه احنا قلنا ايه؟ مش افي. احنا قلنا طبعا ده خلاص ده مش بوينتر، احنا بس احنا بنعمله بس ايه للشرح. ولكن هنا انت انا عايزك تعرف ان الستيب سايز هنا بكام يا جماعه؟ ب 4 بايت. ويعمل ديفينج ليه يا جماعه؟ ليه 4 بايت. خلاص يا رجاله. طيب هنا البي ده خلي بالك بقى، البي هو عباره عن ايه؟ عن اري اوف بوينترز. خلاص اري اوف بوينترز اهو، عندي اري اوف بوينترز كل بوينتر بكام؟ 4 بايت. تو ايه بقى؟ البوينتر ده لايه؟ للستاتيك انجل. خلاص المشكله يبقى انا دلوقتي اساين لاول بوينتر الاي اللي هو ده اهو يا جماعه. تاني بوينتر الاي زائد 3، هنا الاستبسط هنا بكام يا جماعه؟ ب 4 بايت. يبقى ده هيوديني عند البوينتر ده اهو. بعد كده زائد 4 اهوت البوينتر اللي بعد كده يعني. بعد كده زائد 1 يبقى فين يا جماعه؟ اهوت دوت هيوديني هنا. بعد كده ايه؟ الاي زائد 2 اهو. خلاص يا رجاله الكلام بقى قديم جدا بقى. خلاص يعني انا اعتقد ان حته الرسم ديت انا عمال برسم معاك من اول الكورس، اعتقد ان الرسم ده خلاص بالنسبه لك بقى سهل جدا يعني. طيب بعد كده قال لك ايه؟ البي تي ار ده عباره عن بوينتر تو بوينتر لانت. ماليش دعوه بوينتر لبوينتر ولا مش. انا ليه دعوه ان هو بوينتر؟ خلاص اهو بوينتر. يعني انت بعت لي ليه الادرس بتاع البي يا سيدي؟ خلاص ماشي اهو. يبقى انا دلوقتي ببوينت على الايه؟ على البيس ادرس بتاع البي. خلاص. طيب انا يهمني ايه بقى؟ انا يهمني إيه؟ ركز معايا دلوقتي. البي دوت هو ليه؟ انا عايزك تفهم الكونسيبت ده. هنا البي دوت اللي السيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ببوينتر ب 4 بايت، صح؟ ليه؟ لانه عباره عن اري اوف بوينترز. خلاص يا رجاله؟ فهنا اللي السيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ب 4 بايت. طيب هو دلوقتي عايز يعمل لك بوينتر لنفس البيهيفير بتاع البي دوت، يعني اللي السيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ب 4 بايت. فهو طبيعي جدا يقول لك ايه؟ بوينتر تو بوينتر، لان اللي السيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ب 4 بايت. كل بوينتر انت بتدي له ادرس، ولكن نوع البوينتر ذات نفسه هو اللي بيحدد لك البيهيفير بتاعت البوينتر ده. خلاص يا رجاله؟ المهم خلينا نكمل. هنا طبعا هو قال لك برضو ان انا هعمل لك بوينتر لبوينتر لانت، بحيث ان انا ايه مش هينفع ان انا اغير ايه قيمه البي دوت، لان طبعا هنا البي ده هو عباره عن ايه؟ عن اسم الاري. فهو عباره عن ايه؟ عن كونستانت بوينتر. وقلنا طبعا يا جماعه ان البوينتر ده مش موجود، ولكن احنا بنعمله ايه يا جماعه؟ للشرح فقط. خلاص يا رجاله؟ طيب هو اسم البوي هو اسم الاري هو البيز ادرس. فانت طبعا ما ينفعش انت تغير في البيز ادرس بتاع الاري، لان هي خلاص هي معموله ايه؟ اللوكيشن وخلاص. تمام يا رجاله؟ طيب خلينا نكمل. هنا البي تي ار هنا ايه؟ بلس بلس. فالبي تي ار هنا بلس بلس، فانت هتزود قيمه البي تي ار الفعليه. هنا البي تي ار عباره عن بوينتر لبوينتر. خلاص يعني هنا السيرفس هنا بتاعته كام يا جماعه؟ ب 4 بايت. فده كانه بالظبط يا جماعه هيجي بوينت فين؟ على النكست ايه؟ على النكست بوينت. هنا برنت اف في السبيسيفاير ديسمالز البي تي ار ناقص البي. خلي بالك بقى احنا قلنا ايه؟ خلي بالك فاكرين محاضره البوينتر اند ارثماتيك اوبريشنز؟ قلنا ايه؟ قلنا لما تيجي تعمل سبتراكت بتوين الادريسيز بتوين البوينترز قلنا ايه؟
لازم هما الاتنين يكونوا من نفس الداتا تايب، صح ولا لا يا رجاله؟ صح جدا. طيب دلوقتي هو بيقول لك هنا ايه؟ البي تي ار ناقص البي، ده ناقص ده، ده ناقص ده، ها هيرجع لك ايه؟ هل النمبر اوف بايتس؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا لو هما الاتنين بوينتر بنفس، خلي بالك انت لو عملت لي دلوقتي سبتراكشن زي ما قلنا بين تو بوينترز من داتا تايبس مختلف، هيطلع لك ايه؟ ايرور. قلنا لازم هما الاتنين يا جماعه ايه؟ يكونوا من نفس الداتا تايب، من نفس بوينت، هما الاتنين على نفس الاري، صح؟ هنا بقى هيجيب لك هنا النمبر اوف بايتس؟ لا طبعا، هنا هيطلع لك واحد اللي هو الاليمنت اللي ما بينهم. احنا شرحناها يا جماعه دي بالتفصيل الممل، خلاص؟ طيب هي التاني بيقول لك هنا، بص هنا كده، ان في رول اهيت ممكن تقراها مع نفسك، ودي احنا شرحناها قبل كده، خلاص يا رجاله؟ طيب تعال نكمل. بعد كده بيقول لك هنا ايه؟ استريك، استريك البيت ار، فين البيت ار دلوقتي؟ اهو استريك، هيخش فين؟ على الداتا دي، خلي بالك ده بوينتر للبوينتر، فدي ريفرنسنج للبوينتر، فيعمل ريفرنسنج لاربعه بايت اللي هم ايه؟ الداتا اصلا. استريك تاني على الداتا بالظبط، استريك هيخش هنا اللي هو اصلا بوينتر، يعني هو دلوقتي واقف هنا اهو، تمام؟ استريك تاني هيخش فين؟ عند هنا، عند ال 40. فدي يا جماعه تبقى ايه الاجابه؟ 140. خلاص هو هنا هو لازق لك الاثنين في بعض، الواحد في ال 40 يعني، خلاص يا رجاله؟